اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام واخر وقفاتنا الحواريه في حلقه النهارده من هذا الصباح. درجه حراره العالم في ارتفاع مستمر بنعيش موجه حر مش بس في مصر ولكن كل دول العالم خصوصا الدول الاوروبيه بتعيش موجه حر شديده الحراره بتاثر تاثير كبير على كل مناحي الطبيعه اعتقد النهارده في حوارنا مش هنتكلم عن اسباب موجه الحر ولكن هنتكلم عن تاثيرات موجه الحر مش بس على الصحه الجسديه او على الحاله الجسديه ولكن ايضا على الصحه النفسيه لإن ارتفاع درجات الحرارة وده اللي أثبتته الدراسات بالفعل مش بيأثر بس على الصحة الجسدية وحالة الجسد بشكل عام ولكن بيمتد تأثيره إلى الصحة العقلية بيزيد مع موجات الحر حالة التوتر والغضب والقلق ومع الأسف حتى معدلات الإنتحار بتزيد في موسم الصيف تحديدا مع ارتفاع درجات الحرارة دراسه اجريت عن هذا الموضوع قالت ان في انماط موسميه لحالات الانتحار بيصل مجموعها الشهري للذروه في مع بدايه موسم الصيف واثبتت ان التعرض لدرجات الحراره العاليه بيسهم في انخفاض الصحه العقليه وده بعد فحص بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. هنتكلم عن هذه التأثيرات المصحوبة مع ارتفاع درجات الحرارة بصحبة ضيفي ضيفكم الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف. أهلاً بك دكتور علي. أهلاً بك أستاذ محمد وأهلاً بكل السادة المشاهدين. أهلاً بيك. اعتقد ان ده موضوع جديد ان احنا نتكلم فيه عن تاثير الحر على الحاله النفسيه او الصحه النفسيه بشكل عام، كلنا بنشوف ان الحر بيتعب الجسم بيخليك مش قادر تتحرك بي... لكن فكره علاقته بالصحه النفسيه او الحاله العقليه ازاي ممكن ياثر على سلوكيات الفرد؟ اشكرك على الدعوه الكريمه دي وعايزين نفيد الساده المشاهدين في المعلومه انه في الاول هنفرق ما بين حاجتين بين الموسم سيزون وما بين حاله الطقس يعني الجو حر فده مضايقني. آه اذا بدانا بالموسم انه عندنا امراض موسميه بتؤثر على الحاله النفسيه. زي الشتاء غير الصيف غير الخريف وعندنا مثلا مرض زي اسمه الاضطراب الوجداني. م. انه واحد يكتئب او واحد ينفعل ويبقى عصبي جدا وبيتكلمش وبيكسر وبيعمل دي, دي لها موسم. مم. وعندنا في الطب النفسي يقول لك هو في سيزونال باترن ولا لا يعني لو الاكتئاب ده له موسم انت بتحط دي في خاصيه محدده لانها هتفرق معايا في العلاج المريض اللي, اللي بيكتئب مثلا في الشتاء بقيت انا عارف ان فصل الشتاء لما يجي لازم انا ابقى جاهز المريض مم. اللي بيجي له مثلا نوبة هياج وعصبيه مثلا في الخريف يبقى انا جاهز لده آه طيب ده هيفرق في العلاج طبعا هيفرق انه الوقايه خير من العلاج <applause> آه طيب ايه تفسيرها انه بقى في امراض الساعه البيولوجيه وامراض الميلاتونين وامراض المخ بيخزن الموسم ده وامراض نقص التعرض لاشعه الشمس والضوء فدي كلها نظريات لكنها يعني ايه مش على قدم آه الايفيدنس بيزد علم انما هي ملاحظات لكن انا شايف ان موضوع حلقه النهارده بقى يعني جديد لان الكلام اللي انا قلته ده كلام قديم نوقش كثيرا يعني لكن هو بقى تاثير الحر فعلا بقى مم. فهندي للساده المشاهدين مثال بسيط لو انت راكب في مثلا في مترو او في اتوبيس مش مكيف هل نفسيه الناس في الخناقات اللي بتشوفها او في الزعيق او في الاحتداد حد, حد الطبع حته اكتر في الصيف ولا زيادة. في الشتاء؟ آه. حتى هتلاقي سواقين التاكسي يقول لك ايه والله ده هو الشتاء بالنسبه لنا مش موسم ده الناس تقول لك نركب اتوبيس او ميكروباص ندف بعضنا مم. لكن آه 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 الشتاء مثلا الواحد عايز آه حد لوحده لا مش عايز يبقى حد لوحده عايز ونس. انما الصيف الواحد مش طايق اللي جنبه، اذا هو مؤثر على الحاله النفسيه. مم. طيب هل هي فكره الصيف بس ولا فكره لا فكره اي ضغط على الجسم؟ لانه الجسم والنفس بيتناغموا مع بعض. يعني ممكن شده البروده برضه تؤدي لنفس الموضوع ولا آه ليها بص... تاثيرات نفسيه ثانيه؟ ما هو البرد معاه ايه عاده؟ ما معهوش شمس. صح؟ ومثير برضو يعني مخلق ما انتش سعيد وانت بردان لكن مش زي الحر الحر يعني مثير مؤلم اكتر يعني مثير اكتر في نقص الشمس الاضاءة بتخليني يعني ينقص فيتامين د ينقص الدفء فتلاقي الواحد في في الشتاء يكتئب اكتر يعني. طب ده سؤال حتى العلاج ساعات يقول لك العلاج بالضوء هنا يعني تأثيرات, تأثيرات, جسديه بتحصل فعلا مع تغيير درجه الحراره بتؤدي لتغيير سلوك تغيير, سلوك, سلوك, طبعا يعني ايه يعني هي بقى يعني الجسم بيتاثر ازاي بالحر علشان يؤدي لتغيير سلوك بيتاثر بتاثير الحر يعني, يعني احنا هنتفق انه انا وحضرتك قاعدين دلوقتي لو التكييف في الاستوديو ده قطع دلوقتي هيجرى لنا ايه؟ يعني هتبقى القعده رح مش رح مش كويسه لانه ما فيش شبابيك تهويه كويسه صحيح. آه هيبدا جسمك ما يرتاحش لانه هيتفاعل مع ده بالعرق اللي هو بيضايقك وانت عايز تيار هواء لانه فكره العرق اصلا انه عايز هواء يعدي على الجسم زي فكره الحاجه اللي بترشح الرشح مم. طيب يبقى الجسم في حاله مش طبيعيه حتى بتغير حاجه اسمها التوازن الايدي ميتابوليك ريت يعني يتغير مم. وظائف الكلى نفسها بتتغير من مم. من الشخص اللي قاعد في جو بارد غير الشخص اللي قاعد في جو حار. آه الصوديوم وهو ماده منشطه اصلا يعني هتلاقي الانسان اللي بيبذل مجهود وبتاع ده محتاج ملح. محتاج ملح لانه بيعرق. مم. فاذا ما خدش ملح هيبقى مرهق وهبطان وده عملوها لما نزلوا انواع من الملح غاليه جدا اسمها ملح منخفض الصوديوم. فاكتشفوا ان دول كمان عندهم اجهاد ما, بيقدرش يدي طاقه فانت جسمك محتاج صوديوم محتاج ملح فكلوريد الصوديوم ده مهم للكلى ومهم للطاقه ومهم لعمل العضلات ومهم لنشاط المخ لانه الخليه محتاجه صوديوم وبوتاسيوم وكالسيوم عشان دول هم اللي بيشغلوا كهربيه الخليه انا دلوقتي شايف اللي قدامي العين دي شغاله بايه بخليه عصبيه بتترجم من الفص الخلفي للمخ. مم. طيب لو الاليه دي هبطانها هتلاقي الرؤيه مشوشه وهو مرهق وما عندوش تركيز. انا دلوقتي مركز ان النهارده يوم كذا احنا الساعه كذا ده اسمه الاورينتيشن او الوعي والانتباه. مم. فالوعي والانتباه والفهم للواقع ده محتاج نشاط. لما تفقدني بقى الصوديوم بتاعي ولاقي نفسي عرقان ومتبهدل وحران فبالتالي حالتي النفسيه هتتاثر يبقى هو مثير احد المثيرات زي لو انا قاعد مثلا عندي قولون عصبي يعني هو ايه ازمه الناس في العالم؟ ازمه الناس انه لو في مشكله جسديه هتؤثر على الاداء النفسي. صحيح ودي كانت عملت حتى فكره لتحسين نشاط العمال مثلا انه يشتغل في بيئه امنه، بيئه مكيفه، بيئه تحث الشخص على العمل. مم. غير لما تحطه في بيئه مرهقه صحيح. البيئه المرهقه هتبقى صعبه جدا وده بيفرق ان انت مثلا تروح في الصيف ده مثلا تحلق شعرك عند واحد عنده صالون مكيف ولا واحد غير مكيف مم. تروح تاخد مثلا كورس في مكان مكيف ولا غير مكيف فبقت احتياجنا الاساسي هو انه الجو يكون امن وكويس صحيح. دي تغلبت عليها بقى طبعا بفضل الله طبعا يعني احنا في شهر 8 ودي اجازه زمايل الاطباء اللي نازلين لنا من الخليج فهم سعداء جدا بهذا الجو اللي احنا بنشتكي منه لانه هو بيقول لي انا هناك ما بشوفش الشمس تقريبا غير جاست تنزل من باب الحاجه لحد ما توصل باب عربيتك المكيفه الاسانسير مكيف المكتب مكيف او العياده فاحنا نكاد لا نشعر بالجو بتاعنا احنا هنا طبعا مش حاسين بده لان درجة الحرارة عندنا بتوصلش زي هناك خمسين وخمسة وخمسين وارقام طبعا يعني ارقام خطيرة احنا المصريين ما تعودوش عليها فهم عالجوا المشكلة دي بانه في بنية تحتية للتكييف والتكييفات المركزية مش محسسة المواطن بده لذلك الدول دي رغم الرعب من الحرارة ومشاكلها بقى انها تضر كابلات كهرباء وحرايق الكهرباء زي ما حضرتك عارف هم تجنبوا ده خالص بل وانتجوا مم. وحتى البيئات اللي هي المفروض تشتغل تحت وهج الشمس بقوا عاملين خيم مكيفه شركات البترول بتتغلب على ده وبتحمي العامل وبتلبسه حاجات مهيئه لكده عشان خاطر يتعرض لده ما يجيلوش ضربه شمس ولا يجيله مشكله ولا حاجه تمام طيب <applause> الدراسه اثبتت ان مع الاسف معدلات الانتحار ايضا بتزيد مع شده الحراره ده اللي اثبتته بالفعل في ال... يمكن في دول زي المكسيك والولايات المتحده الامريكيه ووجدت ان زياده درجه الحراره بدرجه مئويه واحده بيزود احتمالات وبيزود نسب الانتحار هل ممكن بالفعل توصل تاثيرات شده الحراره للانتحار يا دكتور اه, آه السؤال ده سؤال خطير هل ممكن سبب يؤدي الى الانتحار احنا في الطب عامه ما فيش سبب واحد مؤثر يعني ما أقدرش أقول مثلا انه الضغط بسبب أكل الحوادث السكر بسبب أكل السكريات إنما هي عوامل متناغمة تظهر في الآخر مرض بمعنى إيه مثلا آه إحنا عندنا مثلا واحد توفي وعنده عشر أولاد بياكلوا أكل واحد متربيين في بيئة واحدة لهم أب وأم واحد هتلاقي ردود فعل العشر أولاد دول مختلف طب ليه رغم إن البيئة واحدة والحدث واحد هو وفاة الأب إنه أنا عايش مع اخويا في مكان لكن انا ليا جينات مختلفه عنه. مم. اتنين انا ثقافتي واستقبالي للبيئه غير استقبال اي واحد تاني. يعني لما نقعد مثلا في خطبه وعظ تاثير الخطبه على الموجودين غير بعض. مم. فاذا ها. تلقي المعلومات بيؤثر في شخص عن التاني. فاذا قلت لي والله ده في دراسه اثبتت انه الجو الحر يؤدي للانتحار. هقول لك هو عامل مسبب لزياده مرض. مم. زي ما اقول لك مثلا يعني بتبقى الأسباب موجوده بالفعل البرد. ولكن شده الحراره هي أوه. اللي بتحفز الاسباب دي. يعني لو قلت لك نزلات البرد في الشتاء تسبب زياده معدل الوفاه اقول لك ده ده خبر علمي ما فيهوش لانه هنا انت زودت مثير واحد على ناس فيؤثر فيهم حاجه لان مم. انا مثلا عندي مناعة منخفضه فطول ما جانيش برد انا ما عنديش ادنى مشكله لكن اول ما هيجي البرد يبقى انا خطر ان انا يجرى حاجه فهنا لازم نخلي بالنا انه صياغه الخبر العلمي محتاجه حاجه اسمها تفنيد، تفنيد يعني مناقشه انه نطمن الساده المشاهدين انه الحر اه هيضايقك زي لو انت قاعد دلوقتي م. لو آه قدامك تكييف او مروحه جرب تطفيهم لمده دقيقتين ثلاثه وانت هتشوف تاثير ده عليك ايه، هتلاقي نفسك تشعر بالضيق وال آه بتدور على شباك تقعد جنبه، بتدور على كوبايه ميه بارده وبتبقى بمثابه كنز بالنسبه لك يعني مم. كان صحيح. زمان قبل اختراع المروحه آه نسمه الهواء البردة دي من احد آه يعني ملهمة ملهم للشاعر انه يكلمك عن النسيم العليل وعن الهواء وعن الطقس الجميل لانه هو ده آه اللي بيحسن نفسيته وبيحسن آه آه ادائه. تمام على كل حال في النهاية يعني بشكرك على هذه المعلومات المفيدة أعتقد والجديدة على كثير من مشاهدينا الدكتور علي النبوي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر بشكرك شكرا جزيلا وبتمنى لقائك في حوارات قادمة إن شاء الله شكرا لحضرتك شكرا ومشاهدينا الكرام خلونا نروح للقاء عبر الهواء مع الزميل محمد حلمي عبر تطبيق زوم من مقر في إطار العمل على الارتقاء بمستوى أداء الكوادر الطبية في تقديم العلاجات الخدمات العلاجية والتشخيصية بتطلق الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي منصة إيلاب التعليمية لمعايير اعتماد المعامل الطبية كأول منصة رقمية من نوعها على مستوى مصر والشرق الأوسط معانا الزميل مراسل النيل محمد حلمي أهلا بك محمد وكلمنا أكثر عن هذا الموضوع تحيات لك محمد والسادة مشاهدي قناة النيل الأخبار بالفعل وحدثك الآن من مقر الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية واحدة من ثلاث هيئات التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالفعل سوف يتم اليوم تدشين وإطلاق أول منصة رقمية للمعامل الطبية لتحديد معايير معايير الجودة وهي إحدى المعايير التي تطلقها هذه الهيئة ل للعمل على ترخيص المستشفيات والمراكز الطبية وكذلك كافة الهيئات العاملة في المجال الصحي التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد معي الدكتور إسلام أبي يوسف نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية كلمني عن هذه المنصة والهدف منها دكتور وما يمكن أن تقدمه من خدمات طبية وعلاجية للمواطنين من خلال هذه كأول منصة رقمية في الشرق الأوسط وأفريقيا أه بسم الله الرحمن الرحيم هذه المنصه هي اول منصه من نوعها في من نوعها في في المنطقه العربيه الافريقيه هي منصه متخصصه لمعامل ال والمختبرات الطبيه. المنصه هي منصه تدريبيه تستهدف بالاساس العاملين في المعامل والمختبرات الطبيه سواء كانوا اطباء او فنيين او أي او ايا كانوا من اعضاء المهن الطبيه. أه أه على معايير الاعتماد والجوده الصادره عن الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه علشان نوصل بان هذه المعايير تبقى مطبقه وهذه المعامل تكون مطابقه لهذه المعايير كان لازم نعمل نشاط تعليمي تدريبي علشان الناس دي تقدر تطبق هذه المعايير. بتطبيق هذه المعايير وباعتماد هذه المعامل المواطن اللي بيروح ياخد خدمه التحاليل في معمل معتمد من الهيئه العامه لاعتماد الرقابه الصحيه يقدر يكون عنده ثقه تامه في هذه ال... في نتائج التحاليل اللي بيحللها في هذه المعامل. كمان الطبيب او الممارس الصحي اللي بيطلب الطبيب اللي بي... بيطلب تحليل للمريض بتاعه عشان يشخص وعلشان يعالج مرضه بيكون واثق من التحاليل اللي بتتم في هذه في هذه المعامل، المعامل المعتمده من الهيئه العامه للاعتماد الصحيه. طبعا المعايير الخاصه بالهيئه العامه لاعتماد الرقابة الصحيه اللي المنصه دي بتدرب الناس عليها وبت... هي معايير بتشمل جميع نواحي العمليه اللي العمليات اللي بتتم في هذه المعامل، سواء اجهزه، سواء كانت ستاف او العاملين، سواء كانت العمليه التحليلية نفسها سواء جمع العينات والتعامل مع هذه العينات، تحليل العينات، التأكد من نتائجها، تقديم تقارير بنتائج هذه التحاليل للأطباء أو للمرضى أو للمعنيين يعني جميع نواحي العمليات التي تخص هذه التحاليل تم را... تم رصدها وتم التعامل معها في هذه المعايير بحيث ان انا ان المواطن يكون واثق تماما في ان المعمل المعتمد بالهيئه العامه لاعتماده والرقابه الصحيه هو معمل يقدم تحاليل موثوقه عاليه الجوده. ده بتعني ايه للمنتفعين بهيئه التامين الصحي الشامل؟ بتعني ليهم ان ان التحاليل دي تحاليل يمكن الاعتماد عليها، نقدر نثق في نتائجها ونتعالج او يعني المريض ياخد علاجه بناء عليها بدون ما يكون في شك، بدون ما يكون عايز يعيد التحليل مرتين وثلاثه واربعه علشان يتاكد من نتائج هذه التحاليل. دكتور اسلام فرصه انك تطمنا على منظومه التامين الصحي الشامل كيف وصلت اليه الى الان من خلال اعتماد العديد من المؤسسات الطبيه والعلاجيه التابعه لمنظومه التامين الصحي الشامل منظومه التامين الصحي الشامل دلوقتي شغاله بشكل جيد في بورسعيد وشغاله في الاقصر وشغاله وبدات كمان العمل في الاسماعيليه. يعني محافظات جنوب سيناء واسوان والسويس على يعني على وشك البدء فيهم لكن المحافظات الثلاثه اللي انا قلت عليهم دول اللي شغاله فيهم المنظومه المواطنين بيقدروا ياخدوا خدمات عاليه الجوده بدون ما بيدفعوا تكاليف زي زمان او يدفعوا من جيبهم آه المواطنين بيروحوا يدفع بيروح يدفع 300 جنيه اللي بيدفعهم لو هو هيدخل المستشفى علشان يعمل عمليه ممكن تكون بعشرات الالوف او احيانا بمئات الالوف آه المواطن بيروح ياخد الادويه بتاعته بتاعت الامراض المزمنه وبيدفع بس الحاجه الـ 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 الرمزيه اللي هي المقررة في القانون آه ما بيدفعش ثمن الادويه زي فهي هي, هي نظام آه آه يعني هو بيعود بالنفع بشكل كبير على المواطنين يمكن هو من اهم المشاريع اللي

بتقوم بيها والاثرها الملموس هو مباشره بيكون مع المواطنين طبعا مش على م... لسه التعميم مش على مستوى الجمهوريه والتعميم تدريجي لكن في مبادرات اخرى بت... بتساعد المواطنين في باقي محافظات الجمهوريه زي 100 مليون صحه وزي باقي المبادرات حياه كريمه مبادرات حياه كريمه و... وده تمهيدا لتعميم التامين الصحي الشامل على مستوى الجمهوريه في خلال 10 سنوات كما وجه السيد رئيس الجمهوريه إذن هذا محمد ما يحدث على ارض الواقع من خلال تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل في ست محافظات من خلال توفير كافه المنصات وتدشينها لتوفير كافه الخدمات العلاجيه والطبيه والتشخيصيه للمواطني والمنتفعين بهذه المنظومه لتكون مواكبه للتطورات العالميه معك محمد نعم محمد حلمي مراسل نيل بشكرك شكرا جزيلا كنت معانا من الهيئه العامه للاعتماد والرقابه الصحيه بشكرك على هذه الإطلالة الصباحية وبكده مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنقطة ختام حلقة النهاردة من هذا الصباح نرجو أنكم تكونوا استمتعتم بكل فقراتها وحواراتها وبإذن الله اللقاء يتجدد بكرة في نفس المعاد ولكن مع أسرة عمل جديدة إلى اللقاء